ذوقك كتير حلو مدام، هيدي من الكوليكسيون الجديدة بتعقد. على فكرة عن جد دمازال الجاليري عندكم بيطير العقل، في كتير قصص لنقيها من بعض مش عم بعرف شو بدي اخذ. خذي اللي بدك اياه، كلهم عاملين اسعار كتير حلوة هلا. واو لكي هول، ايه هول كتير حلوين. وإذا جبنا هيدي تبع الشاي، إذا بدك الطاولة كلها رولا ولو مش مروان ولو ولو مروان. شو عم تعملي هون؟ شو 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 عرفك اني هون؟ شو عرفني اني انا هون؟ بتعرفي؟ جوزي. جوزة انا؟ جوزة والله يلعن هيديك الساعة. انت قالتي له لابو ربيع عندك كنجة ياخذ لك محل جايبي سكسويل؟ بدك تنزلي منه غراض؟ لك العمى بقلبه شو لسانه طويل ما في شيء يحطه ببطنه. جاي تقشي غراض من هون؟ الله يبعث لك مين يقشك من عندي. بس سوري انا بعتذر اذا هيك قصص عائليه، انا بفضل انسحب. شرفي شرفي لشو كنت اتفاهم انا وياها؟ رولا بطرقك على جوزتي؟ بدي اتصلوا اياه ليلتين وانا بفرجي. عم تغدريني؟ عم تجي من وراي عم توصي على غراض من الجالوري؟ بدك تاخذيهم على البيت بغيبتي؟ طيب وانا بدي ادفع دم قلبي؟ مروان بس لا ليش بدك تجيبي؟ زينيه بس قد ايه لنا مجوزين؟ 15 سنه. طيب 15 بلوطه. 15 سنه مش حلو يا مرواني، لكن غير كم شغله بهالبيت. شو مثل شو؟ يعني مثل مثلا عجبتني هيدي الفاز البيضة اللي هوني. الفاز البيضة؟ لشو الفاز البيضة؟ للورد. لما انا عندي وردة وحدة، ما انت ما في غيرك، خليكي تفتلي هيك بالبيت تنغلي للدوخة، في احلى منها؟ بدك تجيبيني فاز تحطي لي فيها ورد؟ طب خير نعيد بالون نرجع نكبه. اوكي نسي الفاز نسي الفاز. شو رايك بهيدا التابلو الحلو هونيك؟ بنحطه هيك على وجه البيت لما بيفوت لعنا العالم شوفوه على كل الحيط. بيك لانه ما مخلى تابلو لبيكاسو الا ما موصى عليه من اوروبا، لما حيطانكم فاضي الله لا يوفقك كنتوا ترسموا رسم بالايدين وبالفحم. انا شايفه لبيك. شو بيعمل؟ خيك شايفه؟ شو؟ خيك بحط ايده على الحيط وبيرسم خمسه قال انه هو رسام. خلص ما يا مروان قل عني. خلص ما في بقول لك شيء الا ما بدك تجيب لي سيره اهلي. انسي لي اياها التابلو. ايه اوكي انا اصلا بالبيت كله ما عندنا مرايه، كيف بدي ظبط حالي؟ هيك بدي ضل طالع مبهدله قدام العالم. والاسانسير اللي حدنا شو عم يعمل؟ شو خاص الاسانسير؟ اللي بس تلبسي روحي مال الاسانسير، عشو عم بدفع اشتراك انا؟ $120 بالشهر؟ افتحي للاسانسير تطلبي بتطلع لك المرايه طولك يدفنوكي دفن انت وطولك. بتشوفي حالك بقى وبترسمي حالك، ما عم بحلو دقني انا على الاسانسير. من كمان وين معقول الجزه؟ طيب معقول ايه معقولي ونص اللي معقولي ونص اللي بنت الرقروقي هلا شو ليك حبيبي حلوه هالدريه؟ بتعرفيني بهر دغري انا رولا ليك حلوه هالدريه. تعيي اثنين الله يخليك زين. هاي تريا هلا صار بدك تريا. واللوكس مين كان يولعه؟ مين كان يحق نور اللوكس والضو؟ كل عمركم على الشمعة، سقفكم الشمعة. مروان خلص بقى. خلص بدك تريب ضوي وتفتول. خلص بقى عن جد. لغيلي اياها. جرستني قدام العالم بتعرف شو؟ خلص مش رح جيب بقى شيء، بس برادة، بدي غير البرادة دي. اوه على البرادة اللي عم تلولح يمين وشمال. كان بيك يفتل على الدكاكين كلها، يجيب كيس الجنفاس تبعول السكر وتبعول البرغل وتبعول العدس ويوصلهم ببعضهم ويحطهم ويلوحوا بقى. وخذي على كيس جنفاس. ايه انا صار بدك برادي على ذوقك. اهم شيء تضلك حاطط راسك براسه لبيي. لا بدناو لك اياها على جوزتك. بدناو لك اياها. ليش ما تظبطني؟ شايف حالك قد الدنيا قدام العالم. شايف حالك قد الدنيا على حساب صحتي. على كل حال خلص كرمال الاولاد رح اجيب السجاد. سجاد شو؟ سجاد للأرض. قلبه مروان. قلبه مروان حبيبي رح روح فيها مروان. حبيبك حبك حب وغضب الرب. شو حصيري ما بتكفي بقى؟ الحصيري ما منيحة يا رولا. يا مروان حصيري حصيري بدي تدفوا الولاد بهالشتوية حصيري. بما اني جايب لك حصيري طبقان، واحدة من فوق للصيفية ومن تحت مبطنة، تقعدوا عليها بتدفوا. خلص مروان خلص. على كل حال ما رح اسألك عن شيء، انا رايحة جمعة الجاي جيب باركي. شو باركي؟ باركي بدي كسرك وشقفك ثلاث شقف. لما تحلمي بالباركي هلا انت صرتي بدك تجيبي خشب بالارض علي. طب خلص يا مروان امشي امشي اقطع الضيعه اللي عم اقطش له لسانه على العلب. فرجي اقطش له لسانه. عزمك على الغداء امشي. عزمتي على الغداء لإلي؟ عن جد مروان واخيرا عمي. خلص حاج بوسيني بتعرفيني بهر دغري عم بقلبك عمي ما قاعدين بالجالوري هون. يلا خلص ولا الغداء اطخذني على الغداء. اجاني بوني ببلاش من رفيقي غسان. بون ببلاش؟ ايه ساندويشتين مع مرطبات. امشي ساندويشتين مع مرطبات. امشي العمى بقلبك امشي. يا مروان ما في مره بتطعميني شيء مثل الخلق. امشي العمى بستين قلبك.